السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ شخباركم؟ جيسبر كو كل شي بخير وعلى خير. كنتمنى من الناس حياتكم تكون على خير وبسلام. الوغ اليوم البنات، ماما وبابا جايين يتعشاو معايا واختي. فكرت ندير لهم واحد الشهيوه شي شويه سبيسيال اوريجينال، كتجي لذيذه وواعره بزاف. بيان سور كلشي كيعرفها، هي الرفيسه برزت القاضي والقديد. داكوغ، نورمالمون حنا مالفين كنديروها بالدجاج البلدي او بالدجاج الرومي، اليوم غتكون شي شويه مغايره، غتكون بالقديد. فايت ضيقاها عند عكوزتي، جاتها رائعه، واليوم فكرت نجربها عندي في الدار. الوغ فريمون كتجي لذيذه لذيذه بزاف، وشي حاجه اوريجينال. هانتوما غتشوفوا معايا المقادير مزامي، غير واحد تدقيق بالنسبه للرز القاضي، بحكم انه جاني واحد شغلات على غفله كنت غنصاوبها في الدار، ولكن فكرت انني نديرها ندير اون كوموند زعما عند واحد السيده هي كتصاوبها رائعه عندها في الدار، كتصاوبها على اليد وفي دارها، وشي حاجه نقيه واعره، كتجي بحال الشعره د الخيط واعره. هانتوما غتشوفوا معايا من بعد. دونك درت لا كوموند عليها كما قلت لكم، بحكم عندي شي شغلات خصني نخرج لهم ضروري. الوغ دونك اليوم دونك دابا غتشوفوا معايا مزامي كيفاش غادي نصاوب القوام ديال الجديد اللي غيتصاوب مع رز القاضي. داكوغ، يعني الرفيسه على شكل رز القاضي بالجديد. فوالا، دونك غتشوفوا معايا المقادير كلها اللي غادي ندير فيه، كتجي رائعه. غتشوفوا معايا المراحل من الف حتى الياء. فوالا، دونك نخليكم مع الصور مزامي وتشوفوا معايا المقادير. الوغ اول حاجه غنحتاجوا ليها هي الجديد. هانتوما الجديد بيان سور راه مشرمل، شابعتوما تشرميله على حقه، وطريقه راكم كتعرفوا بزاني كيفاش كيتشرمل. ماشي مشكل، المره الجايه ان شاء الله ندير لكم كيفاش كنشرملوا الجديد، لا بغيتو ندير لكم الطريقه ديالي بالقزبر اليابس والثومه وشويه الخل وهذا. دونك ان شاء الله اون اوتر فيديو نصاوبها لكم. دونك الجديد عندي هذا المقدار، هذا عندي البصله سور هو كيبغي البصله باش يجي المريقه ديالو خاطره. عندي هنايا جهد ربعات البصلات سور عندي هنايا تقريبا شي 7 ديال الثومات. هو بيان سور رفيس راك عارفين كتبغي الثومه، دونك عندي 7 ديال الثومات محكوكين، وعندي جوج تريوس كبار ديال الثومه، يعني فصوصه ديال الثومه غنلوحهم هكذاك. عندي معلقه ونص ديال راس الحانوت، وعندي جوج معالق كبار ديال الحلبه، وعندي درت كميشه ونص بيديا، كميشه ونص ديال العدس، وعندي توابل اللي مالفين كنديروها في الرفيسه، الابزار، شويه د الملحه، شويه د الخرقوم، شويه سكنجبير. بيان سور هاد التوابل اللي ما كنقدروش نتخلاو عليها في الرفيسه، انا كتجيني رفيسه بلا حلبه وبلا راس الحانوت كتجي ناقصه بزاف. كاين اللي كيديرها غير ببصيله بلا راس الحانوت ما كيقدرش على هاد التوابل المجهده، مي انا عندي رفيسه هي الحلبه وراس الحانوت، الا ما كانش الحلبه وراس الحانوت ماشي رفيسه عندي. فوالا. الوغ اول حاجه غادي نقبطو الجديد، غنديرو في الكوكوت، كما كتشوفوا معايا غنزيدوا عليه البصله، غنزيدوا عليه الثومه، جوج ديال الريوسه صحاح، غنديرو معلقه ونص ديال راس الحانوت، جوج معالق كبار ديال الحلبه كما شرحت لكم سابقا، عندي كميشه ونص بيديه ديال العدس،
عندي هاد التوابل، عندي تقريبا هنا معلقه ونص ديال سكنجبير، نص معلقه ديال البزار، درت مليحه، عندي هنايا الخرقوم، فوالا. دونك هنلوح كلشي بدقه. وعندي جهد هاد الكاس ديال زويته بلديه، نسيت قبيله ما حطيت لكم مع المقادير، فوالا ضروري مزيت البلديه. فوالا دونك هنخلط كلشي. دونك هانتوما البنات شوفوا خلطت كلشي، داكوغ. ودابا غنزيد شويه د الماء باش تشحر البصله، من بعد عاد غنزيد عليها نمرقها مزيان بالماء باش نشد عليها الكوكوط. فوالا غير الجهد اللي غادي تشحر فيه شويه البصله، درت شويه يعني تقريبا كاس صغير د الماء ما كاملش. فوالا البنات دونك هما المرقه الرفيسه ديالنا الجديد، ها هو كيتشحر مع بصله، داكوغ. هاد البصله هادي راه كلها من بعد غتقلال، مي غادي طيب غيولي فيها غير شويه، واخا شتوما شي شويه كثيره دونك مازال غادي تقلال. دونك على حسب لا كونتيتي دو بيرسون لي عندكم في الدار، لو نومبر بلوتو لو نومبر دو بيرسون عندكم في الدار، ممكن ديرو حتى كثر على حسب. الا كانوا 10 الناس ديرو كثر من 4 البصلات. فوالا دونك هيا غتشحر ليا مع شويه د الماء درت، منين غتشحر مزيان غادي نشد عليها لمده تقريبا 45 دقيقه حتى لساعه المكانه. فوالا فوالا البنات دونك هانتوما شوفوا معايا، ها هي كتشحر ليا المرقه، بدات البصله بدات كتشحر، داكوغ. دونك دابا غنشد عليها كما قلت لكم سابقا مده 45 دقيقه حتى لساعه. عاتي ريحتها كي عاتيه، ريحتها كتعتعت كتحمق فريمون رائعه بزاف. نتوما غتشوفوا معايا المراحل حتى للاخر مزيان. نتوما شوفوا معايا دابا مرقتها وغنشد عليها، داكوغ. يلا اتو تعلق مع الفيسه ديالنا. الوغ البنات كنت هضرت لكم على الرزيزه في الصباح، انني ما كانش عندي فريمون الوقت بزاف باش نعجن الرغيفات ديال الرزيزه اولا ديال الرغيفات الرفيسه. دونك كومونديتهم بصراحه من عند واحد السيده كتصوبهم واعرين رقاقين غزاله الرزيزه ديالها في الدار، كتصوبها زوينه. دونك مشيت كومونديتها من عندها بحكم كما شرحت لكم في الصباح كان عندي شي شغالات، دونك ما كانش عندي الوقت الكافي باش نعجنهم. صوبت غير المرقه ديال الرفيسه اللي بالقديد وكما شرحت لكم في لا فيديو. دونك هانتوما شوفوا معايا الرزيزه كي دايره زوينه بزاف. انا غادي نحلها باش نفورها. فوالا مي زامي دونك هانتوما شوفوا معايا الرزيزه رزق القادي كيفاش دايره، فريمون رائعه شفتوا من بعد ما فورتها. دونك انا دابا غنسقيها. بنات هذا هو الشكل النهائي ديال الرفيسه من بعد ما سقيتها وزوقتها بالتميرات معمرين بالكريكعات بالكركاع والبيض السمان والبيض البلدي، فوالا، والفص ديال الثومه في الوسط. فوالا دونك هذا هو الشكل ديالها. كما شرحت لكم سابقا كان ماما وبابا واختي جايين يتعشوا معايا ودرت لهم هذا الشيء، واو عجباتهم بزاف ودوزنا وقيت زوين انصومبل. فوالا كنتمنى تكون لا فيديو ديال اليوم عجبتكم لي زامي. فوالا دونك الا عجبتكم ما تنساوش ديروا لايك، ديروا لي لايك وديروا لي فو كومونتير سا مانتيريس بوكو، وتابوناو على لاشين ديالي. جو ريميرسي بوكو اي ا بيانتو يا لا بروشين فيديو ان شاء الله. ميرسي.